يا عم ده خالك، خليك جريء جريء يا عم الجريء يا خرابي. فوزي انا مش فوزي، انا مختار. الحالة يا فوزي، ايه الحالة يا فوزي؟ تصرف كده في اسبوع يا ابني اتكلم. ليه بعمل ايه انا عشان تصرف كده في اسبوع؟ ايه ده؟ مش يا فوزي انت غير نزول. ايه انا خايف من شكلك انت يا خال. ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف كده في اسبوع يا فوزي. ما دي التربية البايظة. لو كانت اللمبة المحروقة دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير. انا اروح اشوف مين شرب نص سجاير. خد يا انت عايز ايه؟ انت مش امك بعد الديان وخلاص زمانها. ما انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن يمكن. انت مش مريح ليها، مش مريح دي. انا ماليش غيرك يا خالي. امال عايز ايه؟ عايز بصراحة، عايز قول لي الحقيقة، عايز ايه؟ بصراحة أنا عايز 4000 جنيه أقطع تذكرة وأروح دبي. أنت بتستخبى يا ده في ناس كتير قوي جوه. أنت بتستخبى يا ياه، عايز تروح دبي؟ أوه يا مان، يا هديك يا بص يا ربي. عايز تروح على ظهري؟ دبي يا خالي دبي. أنا هوديك دبي. طب أسلم على مرات خالي. لا هوديك دبي تتعور. بس دبي مش من هنا. والله توحشنا يا فوزي. والله أنا اللي كل حاجة هتوحشت يا محروس. بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل لحيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات. وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه فوزي. الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي. حلال عليك يا عم. يا جدعان لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انت عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكم وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه. احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل بيته وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا توحشوني والله. سلامه يا فوزي حبيبي. بقول لك يا فوزي، ولا اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتسكر. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي، خليك ملك. لا لا بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق. أوه. كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا. وبعدين اللي انت كتبتهولي كتير بصراحه. سلملي على الحاجه، خليها تدعي لي. ها معلش في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال. يا فوزي على اطفال لازم يتعلموا، لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي ربنا معاهم. فوزي معلش انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا خد الساعه. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله عليك في ساحل العاج، اتفقنا؟ اه يا جدعان جبت التوك توك. طبعا عندليب اتفضل. وده هيكفينا احنا الثلاثة؟ مش ده فوزي، ده سواق التوك توك. اهو مؤاخذة لا مؤاخذة، سواق ايه ونيلة ايه؟ انت عامل التوك توك على قدك، امال الزباين تركب فين؟ يا عم اتاخر شوية، هرق اسود ومنيل. باي باي يا مصر، باي باي يا مصر. يا عم مش عارفين نركب اتاخر يا اسطى. جود مورنينج مستر فوازي. جود مورنينج. الموظفين مستر فوازي بهوني قدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني وحشتيني وحشتيني. ورايا يا شباب، عزم الله أجركم. يا لها باللي له الخافق يهلي هلي من الفرح، وروحي بات هلي هلي إلا شفته ولو في النفس ضيقة ضيقة تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما يخلي خلي. جمانة ارفدي لي 7 من الموظفين هدول. يلا
ليش مستر فواز هبا؟ ايوه هبا جننت انا، ما كانوا بيقولوا وراي بصدق كان كل نفاق ورياء، ليش هم ياخذوا رواتب ويسووا شوبينج وانا افضل حزين على ام ولدي؟ وكلمه زياده هتحصليهم. يلا حاضر. اه يا جمانه والله ذكرتيني بجرح عمري وغلطه عمري في نفس الوقت، والله اخذت زهره شبابي وفلت. ذكرى كامله يا هادي. خمسه مستر فواز. خمسه؟ خمس سنوات يا والله مروا علي كانهم ست سنوات. ما علينا، يعني فيها مشوار للمقابر اليوم. يا اوكي، كان عندي شيء مهم والله كنت اسوي، لكن لازم نروح المقابر، ده واجب. مستر فواز كان نفسي اروح السينما في فيلم جاكي شان اكشن موت. احبك وودك واموت واموت بهواك. هلا 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 العندليب جاي لك يا دبي. تحمل تحمل جفا. هلا 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 احبك وودك واموت واموت بهواك. هلا 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 قلبي عشانك تحمل تحمل جفا. هلا 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 ليالي تعدي بدون الحبيب، وكم يا حياتي اشتقت اللقاء. انت يا ابني كلم اخويا فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت. يا خبر ابيض يا فندم، حضرتك فوله واتقسمت نصين. انت صاحبني يا ابني ولا ايه؟ يلا خلص شوف شغلك يا فندم. ده احنا مصريين زي بعض. ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض، مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها. يلا لو قولي صحيح، اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا، كنت مهاجر سنين في صفه اللبن. انت عارفه الافخر فيصل دي اخويا قالوا لي عنده شركات، هي دي اني واحده فيهم؟ حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط. ادويه؟ يخرب بيت حظك يا محروس. ما يلا هات شوف شغلك. الو وصليني بسكرتيره لو سمحت. ها عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي؟ لا دي ولا دي. لا دي ولا دي، يبقى اكيد في مفاجاه يا جماعه. كده عيب، ده احنا مصريين زي بعض. الله 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 الله، هي دي المرجله برضو، هي دي الجدعانه، هي دي الجدعانه. اخس عليكم اخس عليكم اخس عليكم. بقول لك يا كابتن، ما شفتش سواق تاكسي مشي دلوقتي سرق مني 45 دولار؟ لا والله ما شفته. هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا سيارة صاحب الشركة. سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل. ده اخويا صاحب الشركة فواز.